خصم باش يسام يعني كيشارك في المسابقات الافريقيه شاد لو ريتم. حنا تقريبا هذه دوموا ما لعبناش دونك لو ريتم شويه عندنا، ولكن هذا ما كيمنعناش ان قدمنا من قبل في المستوى حتى الاخير دقيقه تمر علينا، هو اللي شويه حتى الطرد ديال اللاعب يوسف انور، كنعرفوا الطرد ديالو بالقيمه ديال انور اثر علينا شيء ما، ولكن الحمد لله حنا فرحانين اليوم يعني المقابله اللي قدمناها في المستوى الكبير، ان شاء الله غادي نعوضوها في البطوله ان شاء الله. شكرا جماهير بكل صراحه يعني شافوا ليهم، كنشكرهم من هذا المنبر هذا، ديما كيحفزونا وديما كيساندونا لا في السراء ولا في الضراء، كنقول لهم ان شاء الله يزيدوا يدعموا الفريق ويزيدوا يشجعونا، ان شاء الله غادي نفرحوهم ان شاء الله.